فاش كنشوف تشبت نظام الجزائري والاتباع ديالو بصنداليستان ديما كنسول راسي شنو ضل المغرب الجزائر باش الجزائر تبنى صنداليستان وتخسر عليهم اكثر من 500 مليار دولار. علاش شنو درنا لهم؟ حتى يوجهوا هذا العداء كله للمغرب مروك. هاك هذا السؤال هو اللي كنت كنسول دائما الدباب الالكتروني ديالهم وكيكون ديما الجواب ديالهم فهما دائما كيردوا هذه الاسطوانه ديال ان المغرب هو اللي هجم عليهم في 63 ما يسمى بحرب الرمال. فهاد الفيديو هذا غادي نرد على هذا الادعاء ونشوفوا كنا قصه حرب الرمال شكون اللي بدا الحرب وشنو سبب الحرب وشكون اللي انتصر في الحرب. واحد ما يمكن ينكر ان فرنسا دخلت لشمال افريقيا عن طريق الجزائر سنه 1830 مع مرور الوقت بدات كتوسع من الاراضي اللي كتحتلها لانها كتعتبر هذه المناطق هي اراضي فرنسيه. من بعد بدات كتزعم على المناطق اللي تابعه للمملكه المغربيه فقامت باحتلال كولومب الشار وتندوف اللي كانت اراضي تابعه للمملكه المغربيه نسطر عليها 1000 سطر. المملكه المغربيه اللي كانت في ذاك الوقت ضعيفه بزاف. سنه 1950 غادي يوقع واحد الحدث اللي غادي يغير الوجه ديال ديك المنطقه الى يومنا هذا هو اكتشاف الحديد والمغنيز ديك المناطق. فمباشره سرعت فرنسا الى اعتبار تلك المناطق هي اراضي تابعه لدوله الجزائر الفرنسيه. لكن شهور قليله قبل استقلال الجزائر وبالضبط في شهر 7 من سنه 1961 عقدت الحكومه المغربيه مفاوضه طويله مع الحكومه الجزائريه المؤقته اللي كانت كتشكل من المجاهدين اللي كانوا معمرين المغرب. هدف المفاوضات هو تسليم الاراضي اللي استعمرتهم فرنسا من المغرب وضمتهم الجزائر الفرنسيه من بعد استقلال الجزائر. فكان اتفاق ما بين الحكومه المغربيه وما بين الحكومه الجزائريه المؤقته ان في حاله استقلال الجزائر خص الجزائر ترد الاراضي اللي خذتهم فرنسا وضمتهم الجزائر اللي هي الصحراء الشرقيه. وفعلا وقعوا اتفاقيه ان الجزائر تلتزم باسترجاع هذه الاراضي للمغرب من بعد الاستقلال ديالها من فرنسا. وتم انشاء واحد اللجنه مشتركه ما بين المغاربه والجزائريين اللي تسهر على تنفيذ هذا الاتفاق. جاك ملك الموت على تارك الصالات. في 5 يوليو من سنه 1962 استقلت الجزائر. بعدها في 13 مارس من سنه 1963 قام الملك الراحل الحسن الثاني باول زياره للجزائر. تلاقى مع اول رئيس الجزائر بن بلة اللي بالمناسبه اصله مغربي. فهاد اللقاء هذا اللي دار ما بين الملك الحسن الثاني وبن بلة ذكر المرحوم الحسن الثاني رئيس الجزائري بالاتفاق اللي كان قبل استقلال الجزائر هو ان الجزائر ملزمه بحكم الاتفاق اللي ما بين المغرب والجزائر بارجاع دوك الاراضي اللي اخذتهم فرنسا من المغرب وضمتهم بالحدود الجزائريه اللي هي الصحراء الشرقيه. بن بلة طلب من الحسن الثاني انه يأجل الحديث في هذا الامر الى اجل غير مسمى لان الجزائر يلا استقلت ومازال ما عندهاش مؤسسات الدوله اللي تنفذ هذا الاتفاق. لكن فيما بعد تراجع بن بلة على هذا الاتفاق وقال المغرب ما كتسالونا والو وعلى المغرب يحترم الحدود الموروده على الاستعمار. من بعد بدات واحد حمله اعلاميه كبيره في الجزائر لتشوي المغرب وبداو كيزرعوا في الشعب الجزائري فكره ان المملكه المغربيه عندها اطماع توسعيه في الاراضي الجزائريه. وبدا العسكر الجزائري كيطرد العائلات المغربيه اللي داخل الخط الحدودي اللي رسمته فرنسا. هادشي قبل داك المسيره الكحله وقبل 1975 طردوا المغاربه من قبل طرد لايت طرد لايت قبل ما تجي اسبريسو ديال 75. من بعد مسكت المغرب تسرو فقام الجيش الجزائري اللي كان مدعوم من جمال عبد الناصر في 8 اكتوبر من سنه 1963 بالهجوم على مركز عسكري مغربي وتم الاستيلاء على هذا المركز وقتل عشرات ديال جنود المغرب الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء. المغرب رسل وفد رسمي للرئيس بن بلة للاحتجاج على هذا العدوان على المغرب لكن ما من مجيب. استمرت الغارات الجزائريه على المناطق الحدوديه المغربيه والمغرب استمر في ديك الخطاب الدبلوماسي ديالو. من بعد ما المغرب ما دار لي عليه وشاف ان العسكر الجزائري ما بغاش يدير عقلو اجتمع الحسن الثاني في اسفي مع كبار الضباط المغاربه. في الاجتماع خدا قرار اعلان الحرب للدفاع عن النفس وقامت القوات المسلحه الملكيه بعمليتها العسكريه لتشطيب الحدود واستطاعت انها تسترجع المناطق الحدوديه اللي استولى عليها الجيش الجزائري وتم اسر عدد كبير ديال الجنود الجزائريين. من بعد ما بدات كتميل كفه الجيش المغربي قام الاتحاد السوفيتي ومصر وكوبا بامداد الجيش الجزائري باسلحه ثقيله. لكن رغم ذلك بدا الجيش المغربي كيتوغل داخل المناطق اللي كيسيطر عليها الجيش الجزائري. امام تراجع الجيش الجزائري الى الخلف
في طل حسن الثاني، الى ان هذه ممكن تكون خدعه لاستدراج القوات المغربيه الى داخل العمق الجزائري. وقام بامر الجيش المغربي بالتراجع الى داخل الحدود المغربيه باش ما يعطيوش فرصه باش يصوروا المغرب على انه هو المعتدي هو الهاجم. استمر القصف المتبادل لايام. من بعد توسط الجامعه العربيه والاتحاد الافريقي تم توقيع وقف اطلاق النار بين البلدين سنه 1964. المعركه اللي سميتها حرب الرمال سالت، لكن حرب كبرانة فرنسا على المغرب مازال ما سالتش. تلقوا في فيديو جديد، شكرا للمتابعه، تحياتي.